أنا هلأ بالمحطة الأخيرة بمصر من بطولة Head and Shoulders Freestyle Football. We are going to choose the number one freestyler. We are confident. وأنتوا راح تختاروا المتأهل الثاني عبر التصويت على موقعنا على الفيسبوك. سألنا كل المتسابقين النهاردة إيه اللي ممكن يديك ثقة بنفسك؟ ده اللي حنشوفه من رأي المتسابقين اللي شاركوا معنا. أنا شاركت في فترات عديدة جدا وعملت عروض كتيرة، فده اللي خليني عندي ثقة بنفسي ومش خايف خالص من أي حاجة. أنا عندي ثقة بنفسي قوي عشان أنا بتمرن فريستايل بقالي 6 سنين وكنت طالع التاني من سنتين في مسابقة هيد اند شولدرز. ثقتي بربنا والتمرين وحب الناس. عشان بتمرن كتير وعندي ثقة بنفسي الحمد لله. أنا اتمرنت كويس وأنا محضر حاجات جديدة وحركات.